على هو يكون لي خير من الله شي سبب باش يتشاف ليلى يا جيت ناس على ادريو القلب على قوت الله تمشي ندبروا على طيب ديال الخبز ناكلوه ولا عفيه ما باغي نديو ديال الناس وتنتعدوا على شي واحد هاو من الناس كاملين في الدرب كامل سولهم واحد بواحد زيان قول لهم هذاك السيد با واش تيدير راه غايقولوا لكم تمشيو للموضوع الصباح تنقلبوا على الطريق ديال الخبز تنجيبوا لهم خبيزات تنجيبوا لهم الحليب ما خاصهم حتى خير والله يهديهم والله العظيم هادشي اللي تنقول على النيه ديالي ما عنديش شي حاجه اللي غنقول مزيده ولا ناقصه ربي راه تيعلم وماشي عام ماشي جوج شكرا لك مني كانوا صغار وحنا تنكبروا فيهم تنجيبوا لهم الكشري قسم الله وباش عايشين الحمد لله كنت انا تما تما كنا جاوب قالوا لينا الناس انا ما عرفنا حتى شي حاجه قالوا لنا بان الدري ضرب شي واحد تما على حدا المدرسه انت الاب ديالو هاي انا الاب ديالو الدري كيفاش داير الحاله الصحيه ديالو هاتي الله خرج هو كان مريض واحد مريض فيه شدوا على باش ضرب شي دري ثاني بالموس كان هنا الفوق مولي عبد الله مريض وكان كيتابع شي علاج نفسي زعما كنتو كديو السبيطار ديال الامراض النفسيه تدي لمو كاينه واحد الورقه عندي بغيتي كاع نجيبها لكم ندوزها لي عند واحد الدكتور قديمه هي عندي دابا كاع بغيتي نجيبها لكم نجيبها لكم كيعالج على تدوز ليه وداك الشيء شحال في عمره تدوز ليه نوبه هو بحال مريض انت بغيتي تشرب له الدواء شحال في عمره هو زيد في 96 واش بيناتهم شي عداوه لا ما كاين لا عداوه لا والو انا قبيله جا عندي هو مريض ماشي خاطر هو مريض جا قبيله جا ناض من النعاس باس عمو على يديها بس لي على راسها خرج جا عندي انا كنت انا تنكاردي هنا في البلاصه تنكاردي جا عندي عطيته باش يتغدى قلت له انت سير خذ واحد نسيت الخبز دير فيه شويه اللوبيا وجيب حاك للدار امك راه ما كايناش او عاود رجع للدار هو تلاقى مع مو جا لقاها جات هذا هو فاش هي مرو هذاك الشيء انا ما في راسي ولا تجاو قالوا لي الناس هذا الاخبار دابا واش مضروب انا قالوا لي ما مضروب سمعت هو قال لك مضروب حتى انا ما كنتش ما مشيتيش عند الكوميساري سولت لا ما مشيتش جاو البوليس هنا جاو البوليس عندنا قال لك بلا ما تمشيو ما والو راه حنا قايدني الناس السميه ديالي انا والوالد ما عرفتش السبب ديال هادشي علاش وقع ما عرفناش نهائيا هادشي ما عندناش به حتى شي اخبار اللي اصلا هو مريض ماشي خاطر صافي شكرا ديما انا تينعس حدايا ولدي انا اللي تينعس حدايا في الدار ليل ونهار وانا تندير لي خاطر ديالو انا عارفه بان ما مريض وداك الشيء وخا تيتعصب وداك الشيء بعض الخطرات ما تنبقاش شاد معاه الدار وداك الشيء باش يزيد يتعال وداك الشيء تنبقى ديما نرطب معاه وداك الشيء تندوي معاه على شي حاجه خايبه تنقول ليه ما ديرهاش ومني دابا تشديتي ما تبقاش تخاصم مع الناس وما تعدى على حتى شي واحد وما تمشيش لواحد البلاصه اللي فيه انت مخاصم مع اللي تخاصمتي فيها وفين تشديتي ما خصك تمشي ليها باش ما تقدرش تخاصم مع شي واحد قلت لك لي بعد من ديك البلايص اللي قاعد تخاصمتي فيهم باش خرجتي بعد المخزن كنتي دير في الحياه ديالو الوليد مريح ما عندوش مسكينه مريح هو مريض السيد هو مريض مريح تيبقى ناعس قالت بالليل تيخرج قال ما تنقولش ليه شي حاجه وقت ما جا بغى ينعس نخلي الباب معلول تيجي تينعس تيفيق الصباح تيخرج وقت ما فاق تيفيق مع ديك الوحده جوج ثلاثه وتيخرج العمل هذا اللي دار انه حس بالحكاوه ودار العمل ما علمتش على هادشي نهائي ها الوالد داروا معايا مساكن سولوني خصهم يديروا معايا تا هما قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا